لا غصب عنك ده بيتي وانا حر فيه. فالزوج قال له تدفع كام واخليها تيجي تقعد معاك. ان عواقب ارتكاب الجريمة وخيمة جدا، ستودي بك الى اوضاع مأساوية حزينة. نصيحة: لا تورط نفسك في ارتكاب اي جريمة او مخالفة للقانون، لان الجريمة لا تفيد. ساعة مع حنفي. اهلا بكم، اهلا بكل مشاهدي قناة ساعة مع حنفي. هي قناة معنية في الاساس بالجريمة ودوافعها والظروف اللي ادت اليها، لكن من المهم ان ننوه ايضا ان احنا بنقدم فيها الدروس اللي المفروض نستفيد من اخطاء غيرها. اخطاء غيرنا ممكن فعلا تكون اخطاء، علشان كده احنا بنقول يا جماعة لازم نتعلم ومنوقعش في الاخطاء. تعال نشوف الجريمة دي اللي حصلت في محافظة من اجمل محافظات مصر، محافظة الدهالي، بالتحديد قرية اسمها قرية ابو تشيشة، مركز بالاسم. زوجة وزوج متجوزين بقالهم 3 سنين وعندهم ربنا رزقهم بطفلين، طفلة عندها سنة وطفلة عنده سنتين. امها ست فقيرة عايشة على حد الكفاف، يعني امها بتكفي يومها بالعافية، وقاعدة ببيت هي بتقول عليه لا يليق ان في بني ادم يعيش فيه، لكن الفقر كسرها وقاعدة فيه، حتى ايجارها بضع جنيهات ما بتقدرش تدفعها، فهي من اسرة فقيرة للغاية. الزوجة اسمها ميادة، عندها 25 سنة، اتجوزت هذا الشاب رغم ان كل الناس حذروها وقالوا لها يا بنت الشاب ده مش كويس واخلاقه مش كويسة، لكن امها قالت طب انا هيجي لها الكويس على ايه؟ لا هقدر اجهزها ولا اقدر ان انا اسيخها ولا اقدر ان انا اوفر لها اي حاجة، اللي هياخدها كتر خيره، هيزح هم من على قلبي، انا مش قادر اوكلها ولا قادر اجهزها ولا قادر اسطرها، فامكن ربنا يا ما في شباب كتير بعد الجواز ربنا بيهديهم. فالشاب تقدم لها فعلا وتم الجواز. بمجرد ما اتجوزت لاحظت ان الشاب ده بيدخل اصحابه عنده البيت باستمرار. الاكتر من كده ان اصحابه احيانا بيجيبوا بنات معاهم وبيمارسوا الرذيلة في حفلات جنسي جماعي داخل البيت. ولما اعترضت على كده كان جوزها بيضربها ويقول لها غصب عنك ده بيتي وانا حر فيه، لغايه ما ربنا رزقها باول طفل وبعد كده طفله، وفجت كل ما تقول لجوزها تعالى سجلهم يقول لك لا معيش فلوس اسجلهم، قالت له التسجيل ببلاش، طب هديهم التطعيم ازاي؟ مش كفايه ربنا سترها مع الواد الاولاني من غير تطعيم اهو، كنت بروح اعيط للناس عشان يطعموه. يقول لها مفيش معيش فلوس، انا مش ضامن ان دول ولادي، دول مش ولاد، تعالى حللهم، تعالى حللهم، لو دول مش ولادك يا عم طلقني، حللهم عشان تتاكد. الاغرب من كده اثناء ما كان اصدقائه معاه في البيت، واحد منهم قال له على فكره مراتك داخله دماغي. شفت الكلام؟ يعني ده تخيلوا، ده في قريه، الكلام ده في قريه، في فيديو للست موجود ومشهور قوي وهتشوفوا جزء منه. تخيلوا ان صديقه بيقول للراجل ايه، صديق الزوج، مراتك على فكره عجباني قوي. فالزوج قال له تدفع كام واخليها تيجي تقعد معاك؟ قال له اللي هتقول عليه، وفلوسي حاضره وجيبي مليان، بس خليها تيجي تقعد معايا. الزوج دخل لمراته قال لها بقول لك ايه، في قرشين حلوين هيجي لنا من صاحبي دلوقتي، ادخلي اقعدي معاه قبل الرجاله ما تيجي. قالت له اقعد معاه فين؟ قال لها اقعد معاه جوه. قالت له انت فين؟ قال لها انا هسيبكم كده 5 ورايا مشوار رايح اجيب السجاير تكونوا انتوا خلصتوا. قالت له انت عايز مني ايه؟ قال لها اقعدي مع صاحبي. انت موافق ان اقعد مع صاحبي؟ صاحبك؟ قال لها ايوه موافق. قال مشكله يعني؟ لا هتزيدي ولا هتقلي، ما نسوان زيك بيجي يقعدوا معانا وبياخدوا فلوس، ايه المشكله لما تكوني زيهم يعني؟ انت على راسك ريشه مش عاجبك روح اقعد عند امك في الخراب اللي هي قاعده فيه. الزوجه رفضت، راح مسكها دب 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 ضربها وعايز يقعدها، قالت له موتني.
انا لا عمري هدخل لصاحبك ولا عمري هقعد معه. طبعا مين اللي سمع الضرب؟ الصديق بره. قال لك ده الزوج هيموت مراته، فتح الباب وجري ومشي. الزوج قال لها شفتي اهو صاحبي مشي، هيقول مش قادر امشي كلمتي على بيتي، هيقول عليا مش راجل، هيقول عليا ان مراتي مشت كلمتها عليا. يا راجل هو صاحبك لما انت تدخل مراتك عنده هيقول عليك راجل اصلا؟ هو صاحبك لما شافك بتضرب مراتك هيقول عليك راجل اصلا؟ هو لما يشوفك كده هيقول عليه ان مراته ماشيه كلمتها عليه؟ بالعكس ده هيشوف ان مراتك ارجل منك. المهم كل شويه يقول لمراته الامور زفت، عايزين نسجل العيال، عايزين نطلعهم شهاده ميلاد وانا معيش فلوس. جايت له شهاده الميلاد بقول لك ببلاش. قال لها بقول لك ايه، في واحد صاحبي تاني كلمني عليك، بقوا اتنين دلوقتي وبقى عليك الطلب، وانت ما تسواش فلوس في سوق النسوان قرش، انا اللي عارفك وانا اللي معاشري، نستفيد بيهم. ادخل اقعدي مع ده شويه وتاني يوم ارتب لك مع التاني شويه وهم قرشين يدخلوا يساندوا في المعيشه. رفضت الزوجه، راح نزل فيها دب 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 ضرب. للاسف عمل لها يمكن اكتر من اصابه في الوجه، خلاص بقى فاض بها الكيل. خرجت هي وابنها وبنتها اللي لسه اطفال وتوجهت، على فكرة الزوج من قرية اسمها قرية ستاموني برضو من محافظة الدهالية، توجهت لقسم الشرطة، حررت بلاغ في الزوج والأطباء، التقرير الطبي أثبت تعرضها فعلا لضرب وحشي. الزوج طبعا أنكر الاتهامات دي كلها وقال إن هي دايما بتروح عند أمها، وإن أنا آخر مرة رحت ضربتها لما سابت البيت وخدت العيال وراح عند أمها، وبيت امها ولادي ما يعيشوش فيه، ده بيت ما ينفعش يكون مكان للحيوانات. لكن الزوجه اثبتت فعلا من خلال الشهود ومن خلال تحريات الشرطه اثبتوا ان فعلا الزوج ماشي كله غلط وماشي كله شمال، وان هو معتاد على السهرات الحمراء، وان في بعض الساقطات بيترددوا على شقته مع وجود بعض اصدقاء لي، ومن الوارد فعلا ان هو يكون عرض زوجته على اصحابه لان هو مشهود عنه ومعروف عنه سوء الاخلاق. يعني تخيلوا ان راجل بيقنع مراته تقعد مع اصحابه. تخيل ان راجل يقول لمراته انا اللي عارفك، انت مش في سوق النسوان تسوي قرش، لكن صاحبي اتعمى في نظر وعايز يقعد معاك نص ساعة، ايه المشكلة وناخد منه قرشين، انت اللي هتقلي ولا هتزيد، ما انت شايفة النسوان اللي احنا بنجيبها. حاجة غير يعني منطق غريب. ولما الزوجة ترفض بيضربها بحجة ايه؟ اصحابي هقولوا علي ان انا مش ممشي بيتي، ان انا مش راجل وليه كلمة عليك، ان انت كسراني وكلمتك هي اللي تمشي في البيت، وان انت راجل. يعني قلب المنطق، يعني خلى الموضوع بدل ما يقول انا راجل ويطرد اصحابه اللي قالوا له احنا معجبين بمراتك، لا ده طلع العيب على زوجته ان هي مش ماشية كلمته. المفروض انا راجل البيت لما اقول لك اقعدي مع صاحبي اقعدي معاه، مارسي معاه تمارسي معاه، خدي منه فلوس وصدر نص ساعه تاخدي فلوس. منطق غريب. والمشكله لما شفنا لها ده قريه، يعني قريه ابو دشيشه، قريه يعني عادات وتقاليد واخلاق واعراف، يعني تدين، يعني الناس تعرف بعضيها. القرى المصريه ابتدت تدب فيها بعض العلامات، صحيح على استحياء، لكن فعلا فيها ايماءات غريبه جدا واشارات تدعو للقلق. والشاب نفسه ده الزوج من قرية اسمها قرية ستاموني. الزوج طبعا أنكر، لكن الزوج أكد وجود تحريات أثبتت، وحاليا الزوج فعلا أولا تهمة ضرب لزوجته بوفاء التقرير الطبية، تاني حاجة إن هو عايز يعرضها لأصدقائه بمقابل مادي داخل شقته، ودي كلها جرائم يعاقب عليها القانون. الزوج وصل ليه؟ ده راجل وكان مش عايز يسجل ولاده ويطلعوا شهادة ميلاد وبيقول لها ولادي وانا حر فيهم؟ ياما لسه هنشوف. هنقول ايه؟ لله الامر من قبل ومن بعد. اشكركم.